ثلاثان الأسئلة لابد خاصنا نجاوب. السؤال الأول: هل يحق للمسلم إذا دعا الله بشيء ولم يأته مطلوبه أن يعترض على الله عز وجل لأنه لم يرى الإجابة؟ هذا هو السؤال الأول. ادعيغ تغسي صدار بيجنحش واتزريغ شاه واتتويريغ شاه تحقق وش غارير حقا اعترض صدار بي من موذا يستجب. السؤال الثاني: هل إذا دعا العبد بشيء يجب أن يكون جوابه في الوقت الذي يريد وبالصورة التي يريدها وبحسب مطلوبه؟ تغسي صدار بتموبين وش يخص صدار بذي وش تموبين؟ تغسي صدار بأحنجة وش يخص صدار بذي وش أحنجة؟ تغسي صدار بضحك الخارج وش يخص يلاب ودي يخص وغير ضحك الخارج؟ تغسي صدار بشن حشت وش يخص التسخ مخص غنش إذا ما مش خص غنش؟ السؤال الثالث: من يعني هل فعلا هو هل من الممكن أن يدعو العبد بشيء ولا يستجاب دعاؤه؟ وش ممكن أتغنش صدار بشن حشت ولا يستجيب شا؟ ثلاثين الأسئلة أخس نجاوب إن شاء الله تعالى. الإجابة أذي اتضح المقال إن شاء الله تعالى. السؤال الأول: هل يحق للمسلم إذا دعا الله بشيء ولم يأته مطلوبه أن يعترض على الله لأنه لم يرى الإجابة؟ وشمس المغاسر حق ديني وحرق تاقصي دار بقواضي يقضيشة وشمس المغاسر حق ديني ونحر ندعان دعان 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 دعا قوان زري من يوقعن هذا من تسرتني غلاه ما قانت ربعات نمسر مني غلاه ما ريوز بالإنسان يسقسين شو الصين غمين مسي دار بواذي تستجيب. هذا سؤال استفهام وليس سؤال اعتراض. إن سأل سؤال الاستفهام ليبحث في نفسه وفي حياته وفي قلبه وفي علاقته بربه عن السبب الذي يحول بينه وبين إجابة الله عز وجل لدعائه دعاء سؤال مشروع، كما سألت الملائكة ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا ليس سؤال اعتراض وإنما سؤال استفهام. ولكن خم غير الإنسان الكلام يتفق نتيجة للاعتراض على الله، يعني كأنه يقارش تغيخ سيدار بذي يكش من أستاغ من مين سيدار بوذي يكشنش من أستا من مين شو حرق دعي غوالو من مين شترثين سنة شتتاق سيدار بذي يكشد قيخ دائنو قيعة شعر غي قرنينو من مين عشرين سنة شتتاق سيدار بذي قيخ تجارينو قيعة خدم غي قرنينو من مين شو مين وذي يستجب سيدار بي. بهذه الصيغة التي تنم عن اعتراض على الله عز وجل وشمس المغاسر حق ذي منوية قطعا الجواب لا ميمي، لأنه نغي جنمك ربي سبحانه وتعالى يخسدي السن بأنه قد أساء الأدب مع الله هواحيت، وما عظم الله حق تعظيمه وما وقره حق توقيره. ورب سبحانه وتعالى يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا. بل عاني تخسج حشت النظني صاحب هذه المقولة أو صاحب هذا الاعتقاد قد أساء الظن بالله عز وجل. ميمي يقول أهل العلم إنش لأن الإنسان خمني غيتا شنحشت سيدار بي ولم تأته فإذا اعترض ميمي كأنه يتورى يخفن سنتا أهل لأن يجاب وأهل لأن تتحقق مطالبه وأهل لكل مطلوب وأهل أن يعطى ما سأله. ويتجر في جاذير وقت تقوز ديار الرخبة
يتقمى ودياربو رخبة، يكمى ودياربو رخبة، يتنفح ودياربو رخبة، يجيب ذير وقت ودياربو رخبة، يسخرق ودياربو رخبة، يتغشد التجارة ودياربو رخبة، متغيز ذي الترب سبحانه وتعالى ذا شيني مش تمسى. يعني مرة من قيغنت بارشانين ثينا حسب خنت وجب ودي بارشانين مرة ثينا واسنتي دار رغبو رخبة قاغاسي سيدار بقانش يخص ذي تستجبذ. أنا أهل لأن تجاب دعوته يو الزلل يو التقصير يو المعاصي يو المنكرات يو الوقع يو لا نوز دار رغبو رخبة. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أمسر ما يجمر بخ ربي سبحانه وتعالى. أمسر ما الأصل في المسلم أنه يرى نفسه أنه ليس أهلا لشيء، وأن الله عز وجل إن استجاب دعاءه فبفضله ومنه وكرمه. وسنت أسوال ويسيد ربي نشين الله عز وجل تعبدنا بالدعاء استجبن غوذن غي استجب يكشن غوذن غي يكشي وذن غي روح برحر ونجمر بوخ ربي سبحانه وتعالى وجبن شنس غيس شنن سيدار بمن يخسديك ويجن أهل أن يجاب ويجن أهل أن لا يجاب ويجن تصلح له دعوته ومن لا تصلح له دعوته. ذي الحياة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثنتا ونسنغلا يش مر على حرق من لفاطمة يقيم نوانس رضي الله عنها وأرضاها. القاسم أول أبنائه مثبر البعثة قع إبراهيم إموث عام ونص أو أكثر أو أقل على خلاف بين أهل السير والتاريخ. تغهجن يسسن النبي صلى الله عليه وسلم تغهجن. ألا تعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم تغويت تدعيشك طا ونص؟ ألا تعتقدون أن الصحابة رضوان الله عليهم تغوات تدعين شانك كتاوان النبي صلى الله عليه وسلم خميغان غرخبان شيني هرشان يجن وشان تدعي كيس؟ فما بالكم مرة تغين تاوان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأمة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مرن كسيد غا أبو بكر الصديق شفاع إن النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع إيمان الأمة في كفة ووضع إيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر بإيمان الأمة. مثنتاوان النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها المولى جل في علاه. ودوسين بالصحابة دسين إنه سيدار بوذين بسيدار دار بوجه نحر ندعث باش هذه شفة ثاوان النبي باش واتمتين تغزى موثن وسيدار بوذين وذعين هي وذين واربي مدام تدعوا لي وذين وارب وان ننشاه وسن ننشاه مين موذن غيستيج مشين سيدار بي مين مي مغانشين مين نعني إيش نشين الصحابة إيش نشين شهدان النبي صلى إيش نشين يا رضا خان سيدار بي رضي الله عنهم وراضوا عنه مين موذن غيستيج بسيدار بي ويلا يوازيد ومين موذن غيستيج بسيدار بي وشان أذبذن أذخاوذن ممش تخاوذن إيث ببن الزمان وانيتا أنا يتخسيش تنظني تغطفغن النبي صلى الله عليه وسلم ذي مسر من بعده تفغن غل غزوات بل ذي غزوة أحد وقع كارثة من هزم جيش المسلمين موثن خيرة الصحابة ذي قبيسا سن أولهم أسد الله حمزة عزيزي سن النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. وش بالله عليكم تعتقدون شن ابن ذمت فغغغ تحنس قبط عوان غل مدرسة شن قارس روح شي حفظ سيدار بخاكي بعد ربي البلا روح الله يصلحك روح الله ينجح روح وش قد تقبض وش اينا تفغن غير حاب تغوى كيسني تدعي حد في مغارين سن طاوان سن بل النبي صلى الله عليه وسلم ينات الحديث صحيح البخاري وعند أبي داود وسنده صحيح إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ألا تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم كان شرح الحديث يعني بدعائهم وإخلاصهم وعبادتهم وعدم انشغالهم بالدنيا لذلك صفت قلوبهم فكانوا أدعى إلى أن يجابوا من قبل الله عز وجل.
تغتد عنا كيسن ومع ذلك تغتمتن الصحابة وغطراحن يوذن دي المعركة تغاذي النوم موادي الدكور وعيز نست النوم موادي الدكور ومس النوم موادي الدكور مس النوم موادي الدكور تراحن وسنين شمين مس إذا بوذن غيستيج من الشنين نقبضي ثنس الدعاء قروحنا ذنسان الدين نس أذنشان كلمة التوحيد ذنسان الحق من مغمثن من موادي ذويرن وتيني حد عما سوات انتي فنشين توراخ شنجي الجن الزيسن أمن إني غادي تغوى تخاوض نشي ما مش نتخاوض نشي النهار سنما يمي أيها الأحباب سنما أنت السبب لأنهم كانوا لا يشككون لأنهم كانوا يفهمون قول الله عز وجل إن ربك فعال لما يريد كانوا يفقهون قول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون كانوا يفهمون قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما عليما حكيما تخسموه أثبت الله عز وجل المشيئة لخلقه ولكن الناس إن نغمر قمن تزوم واتسين مش الحقيقة من تزوم واتسين مش مغام ذي الصرح مغام ذي الضرر لذلك وما تشاءون من تخسم هذه تحقق ويتحقق إلا أن يشاء الله زيد ما يمي إن الله كان عليما حكيما تصدر بيسنا بعلمه المطلق وحكمته المطلقة من غير قند من ويترق أيها الأحباب الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفقدون أحبابهم سواء بمرض أو بغير ذلك وكانوا يدعون مع أحبابهم فيموتون ويفقدونهم وما كانوا يعترضون على الله عز وجل وما كانوا يقولون لما لم يجب دعاؤنا